والآن نتحول على الهواء مباشرة لمتابعة وقائع الجلسة التي تحمل عنوان الإزهار العربي والتنمية. وبالتالي الفضاء العربي ده بيتعرض لهذا القدر من الضغط وأيضا من العالم الخارجي، وبالتالي الجامعة العربية شيء يحافظ عليه لمصلحة العرب حتى ولو كانت أحيانا لا تبدو أنها بهذا القدر من الفاعلية. شكرا جزيلا لك معالي أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، نورتنا، أهلا وسهلا. شكرا جزيلا، شكرا يا جماعة، يلا.